الواد الحرامي اللص كمان اللي قاعد في برشلونه بيتكلم مع الشعب، يقول لك شعب مصر وحبايبك مين؟ ده انت عمال تشتمه. في فيديو هسمحه لكم دلوقتي، فيديو حصري. حصري مش عند حد، عندي اوريه لك. بيقول ايه الفيديو؟ شتم الناس وقال لك عيالي شعب مين؟ مين الشعب ده؟ هسمحه لك والله، والله هسمحه لك دلوقتي. عنده عياله وبيته، ما تكلمش على المصريين. يعني انت بتنصب؟ اه بينصب، بينصب على الناس. يعمل لك فيديو يقول لك يا شعب، لا 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 لا. الفيديو اللي هوريه لك ده بيشتم الشعب المصري وبيقول الحقيقه اللي احنا عارفينها، انه بيته وعياله اهم من مصر واهم من الشعب. طب ممكن تسمع؟ بس طبعا احنا عاملين على شتيمه معينه، بس الشتيمه مش عايز اقول لكم، مش عايز اقول لكم. نسمع. نو مصر دي جدعان، لكن عيالي اهم من مصر. عندي شعبان عثمان ماي شيلدرن، محدش هيعرف يلمسهم ومش هيجوعوا. نو انا جدع بس لحد الحته دي الناس تبقى جدع معاهم، لان هم بيبي ما يعرفوش حاجه، محتاجين راجل يحميهم. انا جبتهم وخلفتهم، بقى لازم اتحمل مسؤوليتهم. اذا انتوا ركان او خو This is not my subject. معاكم مطلب جدعان. But my children لازم لما اموت متفقين جدا. الواد الحرامي ده الفيديو ده مش عند حد، يعني بعرضه عشان تعرفوا هو رأيه ايه، بيقول ايه على الشعب المصري. هو اللي يهمه ولاده، قال لك لا ولادي اهم، مصر ايه وشعب ايه وكذا وكذا وكذا. هوريه لكم تاني واحنا شغالين. عمال يتكلم على حد كان بيكلمه، عياله اهو، شوف عمل ايه هنا. عمل ارجع يوسف، ارجع الشتيمه اللي احنا عشان بس احاول بقدر الامكان وهو بيتكلم على الشعب المصري. ارجع كمان، ارجع كمان، ارجع كمان، ارجع كمان، ارجع كمان. ايوه بس كده. هنا السباب للشعب المصري. هنا شتم شتم مصر والشعب المصري. يعني شتم البلد والشعب. كذا والشعب، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا اللي في النص ديت ما ينفعش لا تتكتب ولا تتقال، لان هو هنا سباب للشعب المصري، اللي هو بيقول له يلا يا شعب وانزل يا شعب ويلا يا شعب واعمل يا شعب، وهو الشعب بالنسبه له ولا شيء، لا يعنيه الشعب، لانه بيسب الشعب وقال لك ولادي اهم من مصر واهم من الشعب المصري. انا بعمل كل ده عشان ولادي، ان انا اعمل لهم قرشين عشان لو متوا بكره يبقوا دافيانين قوي، دافيانين قوي. عامل لهم يعني الخمير، عامل لهم الفلوس من انه يبيع البلد، انه يتاجر بمصر. يعني هو اللي بيعمله مش عايز اصلاح مصر، عمرهم ما كانوا عايزين اصلاح ولا عمرهم بيدوروا على الاصلاح. واول واحد فيهم هذا اللص الحرامي، الواد اللي قدامكم ده، هدفه ايه؟ ان انا بستغل، بستفيد من اللي انا بعمله. وهوريكم فيديو بعد شويه، بس ده الفيديو الثاني متداول، ولكن ده الفيديو بتاعنا مش متداول عند حد. فهو ده شتمته وسبابه للشعب المصري، الفيديو اللي احنا عرضناه دلوقتي. ده رأي هذا الخاين، هذا الخاين. وده بالمناسبة مقطع من فيديوهات كتير، بس المقطع ده تحديدا عندنا احنا. لما تشوف المقطع الآخر هو بيتكلم على قطر، وقطر دي بلد كذا، بيع مصر وبيع مصر وخد 100,000 دولار، بيع البلد ودمر البلد عشان 100,000 دولار، عشان ينتج فيلم، عشان يعمل فيلم يقبض من قطر قصاده 100,000 دولار، دمر مصر، ما تهموش مصر. زي ما قال، زي ما قال كده، ما يهمنيش مصر ولا شعب مصر ولا تهمني حاجه. ايه من انا؟ ولادي
اسيب لهم كام؟ اعمل لهم خميره. طالب 100,000 دولار، ناس بيكلموه عايزين يعمل، قال لهم اه نعمل، بس الاول احنا دلوقتي بنتفق وبنرتب. قطر بلد فيها فلوس كتير مع شعبها قليل، عندها فلوس كتير فتدفع بقى. وهم بيحبوه، هو بيقول كده بيحبون، ما طبيعي، ما هم اللي بيمولوه. هو مين بيموله؟ قطريين خونه، هم اللي بيدوا له الفلوس عشان عايز يهد مصر. تعالوا نشوف ماذا قال. هيجي منين؟ قلت لك اول حاجه خدها كده، قطر وطن عربي وبيحبنا، المغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني، بس اغناهم قطر. هيشتروا الفيلم بتاعنا مع بروما، هيشتروه عشان بيكرهوا السيسي، وانا معاهم وهم بيحبوني. ايه دول الفلوس اللي احنا صرفناها واكتر؟ بس خلاص جبنا تكاليفنا ونبدا بقى نبيع نتفليكس ونبيع فتحي فيليكس وشريف فيليكس ونجيب الصحفيات الامريكيه، ده مكسب زياده. بس احنا التارجت عشان قطر معايا فلوس وهم بيعشقوني عشا. لما انا معلم فيلم حتتين اكشن وبتاع، انت بقى مش انت طبعا الاجانب، قطر تشتري هيشتروا، يدوا فلوسك ويدوا راجل فلوسه بجرومه، ما نصورش وما نتورطش في الفلوس. انا اخد الفلوس افكر معاه حلو، تعالى بقى نلعب في الفيلم. المكالمة دي اللي بيني وبينك، التانية لازم تبعت لي فلوس وامضي معاك. كده انت قلت مفيش مكالمات تاني. نو. لازم تكلمني تقول لي عادي في مجرير، انا موافقك وامضي معاك. كده احنا اونس، كده بقى يلا بص اعطيك الافكار وانت عجبت بيها وانا اهو تمام. تبعت اجي اصور. نتكلم بقى ونتكلم في الفيلم وتعليق الفيلم. طيب محمد انا عايز اكسب، بص حط قطر اول تارجت ليه، معاهم فلوس من بيكرهوا السيسي، تمام السعادة وهم بيعشقوه، ما تصورش، اعمل برومو حلو يكلفك ليها دي او مصر، وقول لقطر تعال اشتروه. مين انتوا اجانب؟ محمد مش محمد، يدفعوا لك الفلوس صور بقى، حط البادجت بتاع الفيلم، فيلم من جامد يطلع شكله حلو، حطوا له البادجت وقول لهم اني يهبطونا نتفليكس حضرته وما سمحتش يدوا من عليه فلوس، ده هيبقى والمغرب والجزائر ادي جمهور، طلعت بشكل حلو كسبتك فلوس وانا امنت على عيالي. ادي الخاين وحقيقه الخاين الهارب اللي اسمه محمد اسمه ايه الحرامي اللي قاعد في برشلونه، ما عندنا محمد كناريا في اسطنبول وعندنا محمد الخاين اللي موجود في برشلونه، كلهم خونه. ده بيعمل ايه؟ قبضوني، بقول لهم بعتوا لي القطريين هاتوا الفلوس ادوني الاول وانا هدي لكم البلد دي. يعني تمن الخيانه قبضوا ادوني وبيحبوني هنا وبيحبوني هنا وكذا، هم يشتروا الفيلم اللي انا هعمله وكذا ويدفعوا لي الفلوس. هما بيكرهوا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي هيدفعوا اي مبالغ احنا عايزينها، فادفعوا لنا الاول مبلغ وبعدين هنعمل الفيلم يشتروه وخلاص، وانا هسخن لهم البلد وهسخن لهم الشعب، هسخن الدنيا. ده تمن الخيانه من الخاين. يعني الخاين بيبيع بلده وبيبيع الناس وعايز هو بس، تاني بقول لك هو المصلحه، هم عايزين حاجه واحده بس، كلهم اللي قاعدين كل زي امثال هذا الخاين واللي قاعدين في كل حته ضد مصر عندهم مصلحه شخصيه، ما عندهمش مصلحه بلد. وقال لك اهو بسخن الناس، عايز اسخن الناس، انا ادوني بس حق، ادينوا الاول فلوس وبعدين انسوا بقى انا هعمل ايه. الخائن لا يعنيه لا غلابه ولا يعنيه بلد ولا يعنيه حد ولا يعنيه اي حاجه، يعنيه ايه؟ انا هتدوني قد ايه؟ المبلغ اللي هتدوني كام؟ وانا هولع لكم الدنيا. ادوني بس وانا هولع وانا هعرف اعمل الحكايه دي. اهو ادي شغل وبيرتب مع ناس نعمل ايه. ناس كانوا بيسجلوا معاه، بالمناسبه كانوا بيسجلوا معاه، سجلوا معاه حوالي ساعتين ثلاثه. اللي قدامكم ده فيديو ضمن عده فيديوهات اكتر من ساعتين ثلاثه سجلت معاه، وبيتكلم وبيخطط وبيرتب عايز اعمل ايه في مصر. مش بقول لك خمس دقايق، بكلمك على اكتر من ساعتين ثلاثه فيديوهات زي ما انت شايف كده بالظبط. خطته
لإحداث قلاقل في مصر مقابل إنه يقبض، إنه يخون البلد فلوس، قبضوني وما عندكوش دعوة، أنا هعمل لكم حاجات كتيرة في مصر. خيانة والتآمر على مصر وعلى الشعب المصري. رئيس ترامب ادي بقى عندك اهو، عندك اللص الهارب محمد الخاين، ما احنا قلنا الخاين مش علي خالص، والارهاب الخاين محمد كناريا، دول وغيرهم، وبعد ونجهز لكم الباقيين يعني، بس النهارده عشان الاحتفالات، ولكن نبقى نجهزهم. اللص الهارب محمد الخاين والارهاب الخاين محمد كناريا، هذه الحواديت والناس اللي بتعمل في بلدكم، تبقوا عارفين يا جماعة يا مصريين، يا شعب يا محترم، تبقى عارف الناس بتخونك مقابل ايه. واحد بيخون مصر عشان حاجات كنارية، واحد بيخون مصر عشان فلوس، والاتنين بيقبضوا بالمناسبة، والاتنين قطريين، يعني الاتنين اللي يدفع لهم عشان يخون مصر وعايزين يولعوا في البلد ويدمروا في البلد عشان اموال، اموال وملذات، الاثنين ملذات، كناريا وكناريا، هنا وهنا، الاثنين نفس الحكايه بالمناسبه، بيشتغلوا على ده، هم الاثنين اللي قدام حضرتك.